السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محبي قناة أم بلال بورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل البتنجان المدحرج بمعلقة زيت، أيوة بمعلقة زيت، وهيطلع أحسن من اللي بيتعمل في زيت كتير 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 كتير. شايفة البتنجانة محشية، شايفة المية والدقة بتاعته، حاجة كده رائع. هتاكليه يعني هتقعدي تدعولي. يلا نخش على الطريقه، وما ننساش فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناه ام بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل البتنجان المدحرج في الزيت، بس النهارده مش هخليكي تعملي الا بمعلقه زيت بس. مش هنقلي بقى في القلايه وناخد كميه زيت، لان ناس كتيره كانت بتشتكي بيبقى طعمه حلو، بس الزيت بتاعه بيستهلك مننا زيت كتير. وبعدين احنا لو قلينا البتنجان في الزيت ما بنقدرش ناخد الزيت بتاعه الا للسمك، لانه خلاص اتعكر، مش هينفع اقلي بيه بطاطس. احنا ممكن قلي البطاطس نقلي مره والتانيه، اما في الزيت مش هينفع. فالنهارده بقى هنعمله بمعلقه زيت واحده، هعرفك هتعمليه ازاي، وبجد بجد جميل، ومن الحاجات اللي بتفتح النفس، بتفتح النفس بجد. يلا بينا البتنجان بتاعنا غسلينه ومنضفينه كويس عشان ما يترطش مننا في الزيت. نبتدي بقى نقطع الزعانف بتاعته. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اجيب البتنجانه كده، بقطعها، بقطع الحته اللي فوق، وبعد كده بقوم اشقها. مش عارفه انتوا شايفين ايديا ولا لا، بشقها. بس خلاص، وممكن اقطع بس الحته اللي فوق واسيبها دلوقتي، مش هشقها الا ساعه ما استخدمه. يعني بص اهو، عشان ما اقدرش منه كتير هقطع الحته اللي فوق كده اهو، بس يعني هاجي من هنا كده اهو، بس كده اهو، تمام اهي، هاجي من هنا اهو، مش هخش هنا اهو، اهو خلاص كده، واشيل لو في حته خضرة زياده كده اهو. بصراحه انا لان عشان ما بيستهلكش زيت كتير لما بعمل الطريقه دي، فبحب اعمله طازه بطازه، مش بعمل منه كميات، يعني على قد الوجبه. شايفين اهو، خلاص هبتدي بقى اعمل ايه. هجيب حله، حله يا مبلال، مش مقليه، حله وتكون بغطا. ليه هنعمل ايه؟ جبت حله زي ما انتم شايفين كده، هبتدي هحط فيها البتنجان بتاعي. خلاص اهو، في اي مشكله لحد دلوقتي؟ مفيش. هجيب بقى الزيت، طبعا قايله لكم مش هستخدم زيت كتير، هو معلقه زيت واحده اهو بس كده، بس كده بس، كده بس. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هحطه على النار و هوطي عليه، ولازم اكون مغطياه، ومن حين لحين اعمل ايه بقى وهو على النار؟ اعمل الحله كده اهو، هو هيتحمر من نفسه بمعلقه الزيت دي. تعالوا معايا، يلا بينا. ادينا رحت على النار، هسيبه عالي شويه بس لما الزيت يسخن، وبعد كده اوريكم. سامعين اهو، ابتدي بقى اعمل ايه اللي انا قلت لكم عليه. سامعين؟ لازم كده اهو، على نار هاديه، هوطي الحل عليها كده اهو، وكل شويه اعمل كده اهو. ايه رايكم؟ دلوقتي هطلعه لكم هتلاقوه متحمر وجميل، معلقه زيت واحده. شوفوا هتعمل معانا ايه، ولا تعك بوتاجاز ولا تعك حاجه ولا تستهلكي زيت كتير. عايزه بس اوريكم، شايفين هيتحمر وهيبقى زي العسل، وهتدعوا لي. نكمل. خلاص طبعا كده، بسم الله، شايفين ما بياخدش والله زيت كتير، يعني حاجه جميله قوي هتعجبكم. هبتدي بقى اطلعه، شايفه طري ازاي؟ بس انا طبعا مش عارفه امسكه دلوقتي عشان سخن، هوريه لكم بعد ما يبرد. وانا بقى ايه، شايفه اهو بضغط عليه، جميل جدا جدا. شايفين اتحمر ازاي؟ هسيبه يبرد عشان احط له التتبيله بتاعته. ادي البرنجان بتاعي دلوقتي بقى ايه، هعرف امسكه، تمام؟ نركنه كده على جنب. نبتدي بسم الله، نجيب فلفل حار، وهحط عليه ثوم، فلفل احمر من اللي احنا بنخزنه، اوكي، وابتدي انزل عليه بحبه ملح.
ده احنا هنتدلع ونحط عليه قطر كمون. طبعا لو الفلفل بتاعك مش حر حط شطة، انا مش هينفع احط شطة لان الفلفل بتاعي مظبط نفسه. هقلب كله وابتدي احشي البتنجان بتاعي. مش هعصر ليمون في وسط الفلفل دلوقتي، انا هخليه يغرق البتنجان في الاخر كده. تمام، انا زي ما قلت لكم انا بعمل على القد بس. احلى مقبلات بجد بجد، وبالذات لما بيبقى البرنجان مدحرج مش مسلوق. نبتدي نمسكها كده، شايفين؟ لا وشايفين القلب الابيض، قلبها ابيض ازاي وجميل زي قلب ام بلال. شايفين الحلاوه؟ بسم الله، ايه الجمال ده يا ولاد، ايه الجمال والعظمه ده. انا بعشق الاكله طبعا زي ما انتم عارفين، وشوفوا مقليه ازاي وما اخدتش مننا زيت كتير. شفتوا؟ شايفين عامله ازاي؟ ما بتاخدش زيت كتير. هي الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، تعملوها والله ما ياخد منكم زيت كتير، وهتدوقوا احلى برنجان مدحرج بجد بجد، هتدعوا لي عليه. شايفين القلب الابيض اهو؟ ايه العسل ده، ايه العسل ده. شايفين بقيه الخلطه؟ طبعا نحطها ونجيب بقى الليمون بتاعنا. عصرت بقى الليمون في نفس الطبق بتاع المدحرج، بس ايه، بصوا بقى الجمال. على الرائع. ابتدي اقلبه كده كله ببعضه. الليمون انا بقى خلي بالكم بشرب الميه دي، شايفين ميه الدقه بقى طالعه حمرا ازاي وجميله اهي. شايفين مليه ليمون، مليه ليمون، نقعاه الليمون. شايفين بقى البتنجان ايه رايكم فيه؟ حاجه كده وهم، هتاكلوها من ايد ام بلال. ارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال بورسعيديه. دلع كرشك دلع نفسك.